السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم رشا الاكلات السريعة. النهاردة عامل معاكم النجرسكو بطريقة سهلة وبسيطة وفي طاسة واحدة بس، مش هنبهدل اي مواعين. زي ما انتم شايفين كده معايا طاسة على النار فيها مية بتغلي، هنزل بكمية المكرونة بتاعتي وهسلقها سليق كامل عادي. تمام حبايبي، وزي ما انتم شايفين معايا كده المكرونة بتاعتي استوت سوا كامل، هصفيها بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. حبايب قلبي، في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها المكرونه هننزل عليها بمعلقتين كبار من السمنه او الزبده المتواجد عندك او متوفر. بعد كده معايا 6 معالق من الدقيق، حبايبي وزي ما انتم شايفين كده انا بسوي الدقيق كويس جدا. بعد كده هنزل عليه بكوبايتين من اللبن. دور المعلقه كده انتهى، هنجيب بقى المضرب ونشتغل بيه. هننزل كمان كوبايه زي ما انتم شايفين حبايبي كده، هننزل عليه بمعلقه من الفلفل الاسود او الفلفل الاسمر زي ما بتسموه، رشه من الملح، وهنقلب فيه لحد ما يربط معانا واوريه لكم. ويا سلام بقى لو طعمناها بمعلقه من القشطه، هتبقى تحفه وهتنقلها في حته تانيه خالص. في نفس الطاسه حبايب قلبي نزلت عليها بشويه من الزيت، اي زيت عادي. انزلي عليها بقى بنص كيلو من الشاورما، شاورما الدجاج، هنديها بس صدمه عشان لو فيها اي ميه تطردها كلها. حبايب قلبي بقى، وهنا انا كنت بقول لكم ان انا غلطت غلطه اوعى حد يعملها زيي. انا المفروض ان انا كنت نزلت بالشاورما من غير زيت خالص، المفروض ان انا بعد ما نزلت بالزيت شلته تاني خالص واديت الشاورما صدمه لوحدها من غير الزيت علشان تنزل كميه السوائل اللي فيها. معايا بقى 4 بصلات زي ما انتم شايفين كده مقطعين صغير جدا، انزلي بقى بيهم كلهم على الشاورما، شوحيهم كويس قوي، وانزلي بقى بشويه زيت. هرجع الزيت اللي انا خدته منهم تاني، وده كميه الزيت اللي انا شلتها من الشاورما. قلبي بقى كويس جدا وشوحيها، وبعد كده هنرجع نكمل مع بعض. وهنا حبايب قلبي معايا ملح، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات 7، ودي ايه معلش شطه. اصل هو اللي حط لي الشطه يا جماعه. هننزل المكونات دي كلها ونقلب كويس جدا ونسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي. بعد كده زي ما انتم شايفين معايا كده خلاص الشاورما بتاعتي استوت وبقت جميله. هننزل بقى بكميه المكرونه بتاعتنا. يا جماعه المكرونه ما بتتشطفش، عشان انا بسمع ناس كتير قوي بيقولوا بيشتكوا المكرونه، بصراحه انا ما بحبهاش تتشطف خالص. حبايب قلبي وزي ما انتم شايفين كده بعد ما نزلنا بالمكرونه على البشاميل، فاكرين الكوبايه ديت دي كوبايه ميه من سليق المكرونه ما لمتهاش، احتفظت بيها بس الكاميرا ما جبتهاش معاكم، فحبيت اوريها لكم. هنزل عليها بالمكرونه على المكرونه عفوا، وهقلب برده كويس جدا وهسيبها 3 دقائق بالظبط. وده يا حبايب قلبي نص كميه البشاميل اللي انا شلتها، نزلت كده بنص الكميه على المكرونه، وبرده هقلب كويس جدا. حبايبي بقوا معايا الاطباق الفويل دي، هنزل بقى بكل واحد كده كميه محترمه علشان انا عامله خروجه، فهناخد الاطباق دي معانا. شايفين حبايب قلبي البشاميل بتاعي زي ما هو كده، ولا جلد ولا اي حاجه ازاي. هننزل بقى بكميه محترمه برده على كل طبق، وبعد كده هندخلها على الشوايه بس. الطبق ده بقى يا حبايب قلبي اللي بنوتي هي بتحب الجبنه الموزاريلا في النص كده، فهنزل بكميه الجبنه كده في النص، وبعد كده هنزل بالبشاميل عليها، وبرده هغرقها جبنه برده من فوق. بعد كده نزلنا بكميه المكرونه، وبعد كده هننزل بقى بالبشاميل عليها. واو بجد هتبقى سايحه ونايحه. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده انا دخلتها تحت الشوايه بالظبط، هطلعها بقى واحط الجبنه الموزاريلا عليها، تاخد بس وش حمار، وبعد كده هنوريها لكم في الاخر.
حبايب قلبي بقى، ايه رأيكم في الطواجن اللي تفرح القلب وتشرح القلب؟ تحفة بجد وطعمها حكاية والله العظيم، حقيقي حقيقي فعلا، ولا خدت مننا مواعين كتير ولا كلفتنا ولا اي حاجة، سريع سريع كده وخلصناها معاكم بسرعة. ايه رأيكم بقى؟ انا طبعا مش هينفع ان انا ادوق معلش قدامكم، لاني انا زي ما قلت لكم واخدينها خروجة معانا، فهغلفهم دلوقتي بالاسترتش وهنمشي بيهم. ايه رأيكم بقى في الجمال والطعامة والحلاوة دي؟ جربوها واعتمدوها عندكم، ان شاء الله تعجبكم وتنور ايدكم. كان معاكم رشا الاكلات السريعة، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا على زر الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. في رعاية الله. اللي زي دي واللي زي دي هتخش الفرن، هيخش الفرن، واللي زي دول. طب ما تيجي بينا نشوف الوصفه، يلا بينا عشان ما نتكلمش كتير. في البدايه معايا كوبايه ونص من الرز غسلاه كويس جدا وسايباه، ولا نقعته ولا عملت فيه اي حاجه. معايا 3 معالق كبار من النشا. ايوه يا جماعه، النشا ما تستغربوش، طبعا اساسي في الرز اللبن. هننزل بال3 معالق دول كلهم في الكوبايه، وهننزل عليهم بنص كوب من الحليب. بسم الله، لازم يدوب كويس جدا. علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. وبعد كده هنركنه على جنب. تمام؟ معايا قشطه، وطبعا القشطه دي بديل الكريمه او الكريمه اللباني زي ما بنسميها. معايا طبعا المكسرات، ودوت طبعا ليك مطلق الحريه، عايزه تزوقي زوايا، عايزه تسيبيه عادي اقتصادي كده مفيش اي مشاكل، زبيب وجوز الهند زي ما انتم شايفين كده. هروح اودي الرز على الحله على النار، وهيكون فيها شويه ميه مغليين، مش هسلق الرز يا جماعه، هديله نص سلقه بس، وهرجع اوريكم على طول. شايفين حبايب قلبي، انا قلت لكم انا ما بسلقش، ما بسويش الرز، يعني طالع مفلفل ما شاء الله، الرزايه بحبتها، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد كده معانا السكر بقى حسب الرغبه، انا هنا بيحب الرز يعني مظبوط. انا معايا كوبايه كده او طبق زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيه بس مش كله، هشوف وهدوق وبعد كده ايه اقرر كله ولا احط كمان شويه. تاني حاجة حبيب قلبي، معايا نص معلقة من العسل الجلوكوز، تمام؟ حلو قوي قوي قوي، بيديله طعم رهيب. تاني حاجة معايا او تالت حاجة، الكوباية لبن بالنشا. بسم الله، نقلب كويس جدا. وبعد كده معايا معلقتين كبار من النشا، عفوا من القشطه. والخطوه بقى الاخيره اللي معانا، لكل كوبايه رز كيلو من الحليب زي ما انتم شايفين كده، علشان يبقى دسم ويبقى جميل ما شاء الله. بسم الله، بعد كده بقى هنرفعه على النار، وبعد كده هننزله ونشوف هنعمل ايه تاني. ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين يا حبيب قلبي الرز طالع عجنية ما شاء الله، تحفة، طالع لسه محتفظ بالحباية بتاعته، ما تشربش اللبن كويس، يعني ما تشربش اللبن كله، يعني طالع تحفة بجد ما شاء الله. بسم الله، شايفين يا بنات الرز بتاعي ما لزقش في الحله ازاي؟ ده دليل ان الرز طالع معايا ناجح 100% من غير ولا غلطه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كده خلاص خلصت الجزء اللي في الصينيه دوت، هحط عليه شويه ميه سخنه في الصينيه، وبعد كده هحطهم على الشوايه فقط لغير، هياخدوا وش بس، تمام؟ اما بقى الجزء دوت فاحنا هنزوقه، مش هندخله الشوايه،
هندخله في الثلاجه على طول. وبعد كده يا جماعه معلومه مهمه جدا، لما ندخله في الثلاجه من غير ما نغطيه الرز بتاعنا هينشف، فلازم كل حاجه داخله يعني كل طبق او كل بوله او كل كوبايه لازم نغطيها علشان نحتفظ بالوش بتاعها. بسم الله. زوقي بقى ما تزوقيش، ده براحتك انت يعني حسب اطفالك وحسب البيت عندك ما يحب. ايه رايكم بقى في الشكل الوهم الجمال الخرافي التحفه بجد، حاجه فاخر من الاخر، تحفه بجد يا جماعه. زي ما قلت لكم كده بنحتفظ بيه في الثلاجه، لما نغطيه بيحتفظ بالوش بتاعه. شايفين ما شاء الله حاجه روعه، بصوا سايح يعني مش عايزه كلام ما شاء الله. طب يلا تيجي ندوق بقى مع بعض. بسم الله. والله بيتكلم عن نفسه، تحفه بجد. طب بقى ما تيجوا بقى نشوف المحمر بقى والمشمر اللي خارج من طبعا انا بنتي شطانه بقى في الكوبايه، بس انا هقصر القاعده دي وهدوق طبعا ما ينفعش. يا سلام، واو بجد، الله 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 بجد والله العظيم روعه، لازم تجربوه جربوه بطريقه رشد الاكلات السريعه اللي هو انا طبعا اعتمد الفكره ديت، وامشوا بالمكونات اللي انا عملتها معاكم بالظبط. والله يا جماعه اقسم لكم بالله ما بنزل وصفه الا ما بيكون مجرباها ومعتمداها عندي وبدوقها مره واثنين وثلاثه ومية كمان. حلوه قوي، طعمه لذيذ، اللبن بيمغي فيه كده، القشطه اللي احنا حطيناها تحفه تحفه بجد. اشوفكم على خير، كان معاكم رشا للاكلات السريعه. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كان معاكم رشا للاكلات السريعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كباب الحاتي في البيت بطريقه سهله وبسيطه. يا رب ان شاء الله تعجبكم. معانا لحمه متقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده، هنجيب عصايه الشيش طاووق وهنبدا ندخل اللحمه فيها. زي ما انتم شايفين طبعا اللحمه انا متبلها بالملح والفلفل الاسود، البهارات بهارات اللحمه زي ما انتم شايفين. وابدا ارص في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، اولع عليها عين البوتاجاز، يعني هنعملها على عين البوتاجاز مش في الشوايه، وهنخلي النار بسيطه زي ما انتم سامعين كده، ولحد اما الجنب اللي تحت يستوي او لونه يتغير ونقلب زي ما انتم شايفين كده. ادي لون اللحمه بتاعنا اتغير، نبدا نقلب ونسيبها برضو لحد اما لونها يتغير، ونفضل نقلب فيها لحد اما نحس ان هي استوت زي ما انتم شايفين كده. هي بتسرد الميه اللي بتبقى في اللحمه، بس بتنزلها عشان كده يبقى قربت تستوي معانا كده. هبدا اطلعها على بصل، اشوحهم برضو
اول ما يقربوا ان هم يتشوحوا احاول ان انا اقلبهم عشان ياخدوا وش تاني. بعد ما بقلبهم احط عليهم اللحمه بتاعتنا تاني تاخد ريحه التتبيله وغطي عليها لحد ما تستوي. عملنا النهارده احلى كباب بصراحه ربنا من ايد الشيف وائل، تحفه بجد يا جماعه، احلى من بره وانضف من بره 100 مره. يلا بقى نرص كده على الخضار بتاعنا، الخضره بتاعتنا الجميله كده، علشان تنزل كل الدهون اللي فيها على البقدونس اللي احنا حاطينه، بيبقى يا جماعه طعمه روعه روعه بجد. عايزه بقى تقدميه بقى بالعيش، قدميش بشويه رز، وطبعا مش هننسى المخلل ولا طبعا الطحينه اهم حاجه، والصوص ده بقى كله اوعى يا جماعه حد يرميه في الرغيفه كده، ويا سلام عبي بقى وكلي واعملي احلى بقى ساندوتش كلي بالرز، حاجه يا جماعه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه بجد. جربوه بقى كده، انا عن نفسي بحبه على الاثنين، رز بقى عيش مش هتفرق كتير، تحفه بجد يا جماعه والله روعه. شرشي بقى الطحينه والصوص ده كله بقى، يا سلام الف هنا بجد، وجربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله، مع شويه الفلفل بقى وشويه المخلل تحفه. جماعه انا مش قادره امسك نفسي بجد من الحلاوه ومن الريحه، تحفه بجد، لازم تجربوه حكايه الله بجد، انا بشوقكم بجد لازم تجربوا الفكره دي. كباب البيت احسن من بره 100 مره، طبعا طالعه مستويه جدا، طالعه طريه، طالعه كده جوسي، حاجه كده في منتهى الجمال، مش ناشفه ولا فيها اي حاجه. جربوا الفكره دي واعتمدوها عندكم. كان معاكم رشا للاكلات السريعه، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش الاشتراك في القناه. تبدلعي الاول، مش قادره بجد والله، الطعم حكايه بجد، يا سلام بقى على الصوص ده والتحفه بجد يا جماعه. جامد. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز الصيادية. في الاول معانا الحلة هنحط فيها شوية زيت، بصلة مفرومة، وقلبها. هساعدك يا شيف، ما جربش استغنى عني طبعا. ماشي يا ماما، قلب لك. بسم الله. لا ناقصة قدام شوية، انا بصلح عليها يا جماعة. ناقصة قدام، حط شوية زيت. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا مش بحمر البصله، انا بتبلها بس، يعني كده تدبل بس معانا، مش تحمير عشان ما تتحرقش مع الرز بعد كده. هي مش تحمير، هي تدبيل بس، يعني لونها يصفر وبعد كده ننزل بالرز. طبعا البصله كده بدات تاخد اللون الاصفر الذهبي معانا. رز طبعا الابيض المصري مغسول ومتصفي من الميه كويس كده. البصله تمام، هنزل بالرز وابدا بعد ما قلبته ببعضه في البصل هنزل بميه دافيه على الرز. بعد كده احط التوابل، الملح والتوابل، ومعلقه صغيره من الكركم، واقلبها تقليبه كده. تمام، هنغطي عليه بقى لحد ما يبدا يشرب الميه ويبدا ينشف. هنوطي عليه خالص، نخليه كده زي ايه، زي الشمع كده، ان هو يستوي على البخار اللي خارج منه عشان الرز يفضل مفلفل ويفضل شكله كده فيه لمعه، ما يبقاش معجن، شكله ما يتغيرش كده. الرز شرب معانا، هوطي عليه النار خالص، نخليها زي الشمعه زي ما قلنا لحد ما يستوي. ده يا جماعة بقى شكل الرز بتاعنا، رز الصيادية بعد ما خلص. أدوق الشيف رشا بقى تقول لنا رأيها فيه، هو هيجي من بعدك برضو ولا ايه؟ بسم الله. طبعا كلنا بنتعلم منك طبعا حبيبي، ان شاء الله. بصوا يا جماعه كده مفلفل، طلع رز مفلفل يا جماعه، مش معجن خالص، اقسم لكم بالله، مش عشان هو عامله، لا بجد حكايه. نحكم بقى على الطعم. بسم الله، والله العظيم جامد جامد، اخر جمدين بجد والله. بقى ارفع بقى المستخبي. يا سلام يا سلام، انا جعانه والله، جعانه موت. الله، ده يا جماعه سمك ماكريل تحفه، ده مقلي على فكره، مش مشوي طبعا. الفيديو هينزل لكم هتشوفوه، جامد جامد جامد. يلا بجد انا جعانه والله قوي. يلا، ما عملتش السمك الله. في الفيديو انا كنت عايز اوريهم بس. يا سلام يا سلام يا سلام، طريقة الرز. انت هتاكلي بقى وانا قاعد اصور اكيد. لو عجبتكم الطريقة كده اعتمدوها، اشتركوا في القناة، قناة رشا الاكلات السريعة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. مع السلامة.